ونتابع برضو كواليس هنا بقى فريق الكرة، بس قبل مواجهة انبي اليوم من مقر فندق الإقامة مع زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي. فاروق بصبح عليك في البداية وطلعنا كده ما لديك من كواليس، تفضل. تحية ليك يا كريم، كل التحية ليك يا نهاوند، صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد لفريق النادي الأهلي واستعداد النادي الأهلي لملاقات فريق إنبي في الجولة 32 للدوري المصري الممتاز. النادي الأهلي بعد ما حسم درع الدوري وفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه بيواصل يعني تكملة واستئناف مشواره في الدوري، أيضا من أجل تحقيق الكثير من الأرقام القياسية اللي بتنتظر النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وأيضا استعداد لمواجهتي الدور نصف النهائي أمام فريق الوداد. لو هنحط الجماهير ونحطكم في الصورة بشكل أفضل، خلينا نتكلم عن فريق النادي الأهلي واستعداداته في الفترة الأخيرة عقب المران الأخير لفريق النادي الأهلي. ومستر بيتسو موسيماني أعلن قائمة الفريق اللي بتضم 22 لاعب وبتضم مجموعة من اللاعبين الناشئين، واستعانت مستر موسيماني بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، وكان في جلسات ما يعني تجمع ما بين مستر موسيماني ومسؤولي قطاع الناشئين في النادي الاهلي من اجل توحيد طريقه اللعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي عشان تكون بنفس طريقه لعب الفريق الاول، وتصعيد بعض اللعيبه المميزين اللي يشوفهم مستر موسيماني في الفتره القادمه. اعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمه الفريق اللي زي ما قلت بتضم 22 لاعب، علي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق سليمان لحراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني، ايمن اشرف، محمد شكري وفارس طارق ومحمد مغربي، خط الوسط حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه، محمود عبد المنعم كهربا، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، عرب بدر، محمد فخري، شادي رضوان، وليد سليمان وصالح جمعه، واثنين في راسي الحربه جونيور اجاي ومروان محسن. بيعاني النادي الاهلي من بعض الغيابات في هذا اللقاء، ابرزها غياب ياسر ابراهيم للايقاف، غياب محمود وحيد ومحمود متولي واحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعه واليو باجي للاصابه، وجيرالدو، وايضا غياب علي معلول للحصول على اذن وانضمامه لمعسكر منتخب التونسي. نقدر نقول ان فريق النادي الاهلي الجميع كل اللاعبين الجهاز الفني طبعا مع تولي القياده الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، في بعض طبعا الامور يا كريم يعني هواند متغيره شويه في طريقه المعسكر او الاقامه في الفندق من حيث تحديد المواعيد الخاصه بوجبات الافطار او الغداء، وايضا الاجتماع او المحاضره الاخيره اللي كانت دايما بتبقى قبل ميعاد التحرك ب 10 دقائق، لكن نقدر نقول يعني مع وجود وحضور مستر بيتسو موسيماني وتوليه القياده الفنيه لفريق النادي الاهلي يعني غير وعدل بعض الامور. الفريق بيتناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء بتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، المحاضره، ودي من النقطه المهمه اللي بقول ان المحاضره هتبقى الساعه 4:15، دي المحاضره الفنيه اللي مستر موسيماني بيتكلم فيها وبياخد فيها وقت طويل جدا. يعني احنا كنا متعودين دايما المديرين الفنيين للنادي الاهلي في الفتره الاخيره بتبقى المحاضره ما بتزيدش عن 5 ل 10 دقائق، لكن مستر بيتسو موسيماني يعني قدم ميعاد المحاضره يبقى قبل ميعاد التحرك، يعني التحرك الفريق بيبقى الساعه 6، المحاضره بتبقى الساعه 4:15 عشان يبقى في وقت كافي للمدير الفني لشرح بعض الجمل او شرح بعض الجمل الفنيه او سواء في الملعب او بعض الكرات الثابته لكيفيه استغلالها وتوجيه بعض النصائح للاعبين. وايضا مستر بيتسو موسيماني يعني خلال الفتره القصيره اللي فاتت راجل بيتابع كل الامور، بيتابع يتفرج على كل المباريات الخاصه بالفرق، وكان يعني عكف على دراسة أكثر من فريق سواء فريق المقاولون العرب أو فريق إنبي، واتفرج على مباراة المقاولون العرب يعني، وعمل محاضرة فنية للاعبين لشرح إيجابيات وسلبيات هذه المباراة، وأيضا يعني في بعض الأخطاء اللي مش عايز إنها تتكرر في مباراة إنبي. زي ما اتكلمنا قلنا إن الأرقام القياسية هي عنوان الأهلي في الفترة القادمة. النادي الأهلي رصيده من النقاط 82 نقطة ويتبقى له 3 لقاءات. النادي الأهلي عنده رقم قياسي كان مسجل في الدوري المصري برصيد 88 نقطة، وده كان أعلى رقم للوصول لعدد النقاط في الدوري المصري منذ انطلاق المسابقة عام 48، وكان رقم قياسي سجله النادي الأهلي موسم 2017-2018. النادي الأهلي يتبقى له 3 لقاءات، يعني عايزين إن شاء الله نكسر رقم ال 88 نقطة ونحقق يعني أعلى رقم إن شاء الله من عدد من النقاط في هذا الموسم يكون رقم قياسي. ودايما زي ما بنقول الأهلي بينافس الأهلي والأهلي بيكسر أرقام النادي الأهلي. أيضا الرقم الثاني هو الرقم المخصص لعدد الانتصارات، وكان أكبر عدد من الانتصارات لفريق النادي الأهلي
كان 26 انتصار، كان 28 انتصار موسم 2017-2018. أهلي حتى الآن بيحقق 26 انتصار، إن شاء الله يحقق الانتصار في الثلاث اللقاءات المتبقية أمام إنبي وأمام بيراميدز وأمام طلائع الجيش علشان يكسر هذا الرقم، أيضا رقم النادي الأهلي رقم الثالث ورقم عدد الأهداف اللي النادي الأهلي كان سجلها في الدوري، وكانت موسم 2017-2018 وكانت 75 هدف. النادي الأهلي يعني دلوقتي أقوى خط هجوم برصيد 68 هدف، أيضا إن شاء الله خلال الثلاث لقاءات القادمة نكسر هذا الرقم علشان أيضا يكون رقم من الأرقام القياسية للنادي الأهلي. قبل ما أختم معك يا كريم وأختم معك يا نهوان، يعني في نقطة مهمة جدا وعايز إن إحنا برضو يعني نستمر إن إحنا نبرزها ونقولها، ما زال أصداء تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني بيتسو موسيماني بتلقي يعني بكل ظلالها سواء في الصحافة أو المواقع في جنوب أفريقيا. خلاص بقت الصحافة والمواقع في جنوب أفريقيا بتفرد للنادي الأهلي مع كل لقاء للنادي الأهلي مساحة وأخبار عن النادي الأهلي، ويقولوا بيتسو موسيماني في ثاني مواجهاتهم مع النادي الأهلي أمام فريق إنبي بدأ اسم النادي الأهلي وعنوان النادي الأهلي يتصدر المواقع ويتصدر الصحف في جنوب أفريقيا سواء بريتوريا نيوز أو بيزنس دي أو ذا ستار، وأيضا المواقع الخاصة بسوبر ستار ومواقع الخاصة بفريق بجنوب أفريقيا تتحدث عن النادي الأهلي، وده اللي احنا دايما بنقول عليه قيمة ومكانة النادي الأهلي. وزي ما انت عارف كريم وزي ما انت عارف يا نهوان، في ناس بتتفرج على الحدث وناس بتصنع الحدث. النادي الأهلي وقيمة ومكانة النادي الأهلي هي من تصنع الحدث. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو، تفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي.